جديد في فاير بلاي باش نحكيو على قائمة المنتخب التونسي وانضم لينا اللاعب الدولي السابق أنيس العيار. أنيس هلا بيك. هلا بيك سلام، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل. شنو أحوالك أنيس؟ شنو الأمور؟ الحمد لله، ليك وحشة كبيرة سلام وفرصة سعيدة نعاود نسمع الصويت ونكون معك. أكيد سعداء جدا ديما وين تكون معنا أنيس العياري. حاب ناخذ رأيك بصفة عامة في قائمة المنتخب، كيف شفت أنيس القائمة اليوم اللي أعلنها جلال القادري؟ بالنسبة لي أنا ثم حاجة ديما نقولها قبل ما نحكيو على القائمة سلام، نقول ما ثماش مدرب في العالم عنده ملاعبي وباش يجيب له ماتشوات ويستغنى عليه، هذه حاجة. نرجعوا للقائمة، نقول لك القائمة بالنسبة لي أنا كوريكت، ما عدا بيتر اسم اللي أنا ديما معناتها ديما نفس المنهج نتاعي والرؤية أنه كشريدة عنده مكان في المنتخب، يعني هذه حاجة. وثم زاد بعض النقاط الآخرين، بعض اللاعبين كما النصراوي اللي قدم مستوى كبير في النادي الصفاقسي، تمنيت سيري ممكن اختيارات المدرب الناخب الوطني نحترموه، لكن النصراوي لاعب يكون النجم ندزوه صغير وعنده لي كاليتي كان ينجم يكون حتى في وسط المجموعه ولا ان شاء الله يكون في ليستي لارجي او كادي بلوسيل يكون موجود. بالنسبه لنا القائمه معناتها ما نجمش نناقش فيها برشا لانه العناصر الكل موجوده، ولكن اللي عندنا ما عدا ممكن الرمضان اللي في الوقت الحالي خارج من عمليه جراحيه ان شاء الله يرجع بسرعه كبيره، وسيتاناتو بالنسبه لنا احنا لتونس بالرمضان حد ما نجم يستغنى عليه لانه لاعب من طراز عالي ولاعب محترف وقاعد يقدم في افضل مستوياته مع الترجي التونسي وحتى مع المنتخب. ما عدا ذلك نشوف انه اللاعبيه اللي موجودين كل ينشطوا في اوروبا بطولتنا بعيده كل البعد، هذا يزيد شيء اكد انه اليوم البطوله التونسيه الا ما رحم رب العالمين. خلينا نجاوبك انا على النقاط اللي اثرتهم انيس، وقل لي معناتها في بلاصه المدرب وقل لي هل اقنعوك اجابات جلال القادري ولا مثلا بخصوص كشريده يقول اللاعب مازال كيرجع يلعب، في المقابل عندي كدراجر ما هو الاساسي لول، في المقابل حمزه المثلوثي قاعد يلعب تقريبا 16 مقابله ولا بعضهم يلعب اساسي مع الزمالك رغم انه قاعد اثبت انه يلعب في المحور مش على اليمين. كيف بالنسبه للموضوع عن النصراوي قادم لاعبيه السي اس اس سواء النصراوي ولا غرام حاب يخليهم مع المنتخب الاولمبي اللي عنده التزامات مهمه في الفتره القادمه، حاب يخليهم مع المنتخب الاولمبي باش يلعبوا ويكونوا على ذمه ستاف تكنيك، ما نعرفش تقنع اجابات كما هكا ولا با اجابات كما هكا تنجم تقنعني مادام هو عمل دي شواء ما فماش يعني ما عندوش مخبة بالحق، مانيش قاعد نتعاطف معاه وانا قالوا في الديكسكيوز انا معروف كلمتي يقولها ولي ثم بالنسبه لي انا النصراوي اذا تم دعوته من المنتخب الاولمبي حاجه باهيه برشا باش يكونوا قراب زاد المنتخب الاول على بعد خطوه. بالنسبه للكشريده الحق نقول له سي جلال هو سي تانشوا عملته بين المثلوثي وكشريده، المثلوثي زاد راه ولدنا ماهوش جاي من بلانيت اخرى ولدنا، لكن انا على الكاليتي التكنيك اللي عند كشريده سو لو بلون اوفونسيف الكاليتي اللي عنده بلاصه في المنتخب. انا بالنسبه لي انا قول لي مازال كيرجع يلعب احنا نجيبوا ساعات دي لعبيه بعدها عندهم بليسي ولا مضروبين ونحاولوا كي نبداو حاشنا بهم نخليهم في الجروب، وخير دليل على ذلك غيران اليوم مضروب وموجود مع المجموعه، يعني كي نحبوا نعملوا مجهود ان شاء الله سي جلال يحاول ما يخليش كشريده بعيد على المنتخب، حاول يقربوا. تعرف لو ليزارير بقله اليوم موجودين في العالم، ما نحكيش حتى على المنتخب التونسي. انا كنت ريير ونعرف شنو هي اللي ينجم يقدمه لنا كشريده، وباهي برشا كي تكون كونكورونس ما بين كشريده وما بين دراجر، خلي تطلع الباره وخلي زوز ما فهمني. وراهو انا نقول لك حاجه بالنسبه لسي جالي كان وصل قال انه دراجر اساسي عندي انا. هنا بالنسبه لي انا خطا. بون مش قال اساسي، هو مي قال هو لول هو لول في الوقت الحالي باعتبار لي بيرفورمانس اللي قاعد يقدم فيه في المدى الاخر، هذا اش قال. بون ماهيش نقولوا حرفيا الكلام ما نذكرش بالضبط، ما يخصوش. لا انا مشيت على كلامك انت سامي اللي قلت لي انه راهو اليوم دراجل هو رقم واحد، ما عندناش رقم واحد في تونس وفي المنتخب ما ثم حتى ملاعب اليوم عنده بلاصه، ما ثماش ملاعب اليوم
أبار يوسف نسيق اللي بالنسبة لي أنا ذاك هو البقية. يوسف ما عادش وصلك الأخبار ولا تعرف الإصابة منذ قليل مع فريقه. تبين ما عادش في التصوير تبين تخوف شوي الحق على مستوى لكبة دارت ولا حاجة من هذا. لا إله إلا الله محمد رسول الله والله ما قلت لي خير والله العظيم. ما عنديش الخبر اليقين بخصوص الإصابة شنو خاطر مزاكي وفاء الماتش إن شاء الله تكون على كل إن شاء الله يكون لاباس يوسف. لا لاباس خاطر كان الثاني بالنسبة لي هو سور البرومونتا يوسف ما صعيبة برشا عليه يعني نعرف ما صعيبة نقول لك اللي راهو بشرمي المنديل يوسف إن شاء الله ليه نقولوا أما بيرمي المنديل معناتها اللاعبي هذايا دوزيام مونديال بنفس الإصابة ولا تكون إصابة خطيرة ما نجمش يشارك في المونديال الحق بالنسبة لي أنا لا يكون في عونه ما نجمش يكون في بلاصة. ولكن كيما نرجع لك الموضوع أستاذ نقول لك أنهم لاعبية في تونس اليوم في المنتخب ما عندناش حتى اللاعبي رقم واحد. يعني ان شاء الله السي جلال يحاول ما يخليش كشريده بعيد على المحيط تاع المنتخب وباش النهار اللي يستحقوا يلقاه خاطر هو راهو زاد راهو كشريده راهو ملاعب عنده نفس الكاليتي اللي عند دراجر سير بلون فرونسيس ملاعب زاد لعب ممكن مره بظروف خلينا نقولوا في السنه اللي تانا راهو كانت ظروف صعيبه تعدى بالي ورجع باليونان لكن اكد لك انه السي جلال عينه عليه يعني لا قال هو قال كاين تتالي المقابلات نجم يكون موجود حتى في القائمة باش تمشي معناها للمونديال معناها قال زاد الملاعب يلزم يعمل مجهود اسلام يلزم يخدم اكثر تو صحيح ممكن كان بعيد في ساليرنيتانا وتعدى بريود طويلة ما لعبش اليوم يرجع من الدوري اليوناني يلزم يعمل مجهود اكثر اذا حب زاد هو يمشي للمونديال يلزم يعمل مجهود راهي حلم المونديال بالنسبة لي يلزم يوري ويأكد للناخب الوطني انه كشريد على تم الاستعداد واليوم هذا يكون في وسط المجموعة ويكون حل من الحلول بالنسبة لي أنا فهمت لكن بالنسبة للأون جينيرال كي نحكيو على المجموعة اللي عندنا مجموعة محترمة فيها معناتها كما نقولوا احنا الجبالي فيها الخميسي فيها الجزيري القدام ولات عندنا أكثر من حل اللي قبل كان عندنا الجزيري ونشوفوا في حل ممكن ترقيعي باش نعوضوا الجزيري اليوم ولا عندنا الخميسي والجبالي عندنا سديتي بدا يرجع للفورم الخاوي اللي هي نقطة من نقاط طبعت البطولة الفرنسية اسلام الخاوي ان شاء الله يكون سي جلال نجح في عودة الخاوي ان شاء الله الملاعبي يكذب كل الفنيين ويرجع ببوجه جديد وبرفورمانس جديدة ويقدم اداء خير من رينيه منذ قدومه للمنتخب خاطر راهي البلاصة في المنتخب بدمها معناتها بكونوا واضحين احنا في كاس القارات 2005 وفي 2006 جاو ديكادو معناتها جاو لاعبيه جات بعض اللاعبين معناتها كيما نقولوا احنا هديه ما يستحقوش يكونوا في القائمة ما نحكيش انا ما نسميتش راني لا ما نسميش انا راه من الحاجات هذوما يثقوا بها من الجروب ويثقوا بها من اللاعبيه وتفزد عليك الجو احنا شو نقولوا؟ نقولوا ان شاء الله الاختيار يكون صائب وان شاء الله الخاوي اليوم يرجع لنا بوجه جديد واضافه جديده ويكذب كل النقاط ومنهم انا في وقت ما شكيت فيه ان شاء الله غدوه يكذبني ويعمل بيرفورمانس ولما لا يكون هو الحل الهجومي ويعطينا احسن ما عنده وهذا اللي نتمناه. انت ما تقولش يعني انا نقول سوى دافيد جمالي ولا حتى يوهان بن علوين في المونديال الماضي كانوا تقريبا ديكادو اعطيناهم بعد ما هربوا علينا برشا على كل قوس حليناه. نكمل نحكي على القائمه انيس فما دعوه شيء مش بالي مثلا لاعب في اولمبيك اليوم في الفريق الثاني حتى مش حتى فريق لول يكون في المنتخب لول بون سيف الدين طايف موجود في فريقه في سويسرا شنو رايك في الاسامي هذا؟ شوف المنهج ظاهر يا اسلام انا فرحان صحيح ما عندناش حلول نجيبوا في ناس متكونه وناس قاعده ديزيام ايكيب لكن نقولوا الحل فاهم هذا شيء يوجع القلب هذه ما عندناش بطوله من المورا والملاعبيه ذوما راهو كانوا يحلموا قبل ونحن نجريو باش نجيبوهم رغم الامكانيات الكبيره اللي عند يا حشومه راهو اليوم ما تنجمش تغزو البطوله نتاعك انه اليوم لما تكون في الديريكسيون تكنيك والمدرب ما عادش يخموا في البطولة التونسية، اش عندنا لبرا؟ شنو متكونين؟ شكون التونسي؟ شكون يحب يلعب في تونس؟ معقول ترى أنت أو هو قوس تحكيه على القائمة أنا نحب نحل معاك قوس على موضوع نعيشوا فيه احنا كل يوم، احنا نحلوا التلفزة ونعيشوا معاهم كل يوم ونحبوا على بطولة قوية. معقول اليوم ما تلقى حتى ملاعبي من معناتها بجملة 14 نيكيب ولا قداش؟ ما عندك حتى ملاعبي اليوم ما كونفيرمي نجم يكون في المنتخب باش يرجع القلب. بون نرجع للناعين وللاعبية هذوما اكيد راهم بيان فورمي ما عنديش فكره عليهم كبيره برشا اسلام على المستوى الفني لكن نتصور من صارت متابعه كبيره من سنين بن عثمان والاطار الفني وراهو فاهم انهم هما ينجموا يكونوا حل من الحلول لكن كي بامبي كره تو نحكي خاطر حكينا برشا على حنا بعلى المجربي في وقت ما والطفل المسكين
معناتها احنا بدنا ضريناه في تونس، بدنا عنده الى دي كاليتي مازال بكر عليه، ولين نحكيو عليه رقم واحد وواحد، من الوليد مسكين معناتها جاب ربي جا سو البلون مونتال قوي وراه ناس باش تعاود تحطو تنكادريه، خلينا ما نزربوش في الحكم على الملاعبية هذوما، خليه ياخذوا وقت راه المنتخب ماهوش جمعية، منتخب بريسيون أخرى، ضغط آخر، كاليبر آخر، منتخب ماهيش جمعية، هذه تونس، وتعرف ماتش في ليكيب ناسيونال، تونس كامل ما تتفرج فيك والناس الكل باش تولي تعرفك، يعني ضغط كبير، ملاعبية نصبر عليهم شوية أكيد لي كاليتي موجودين تكنيك. عندهم يقولوا في رواحهم لكن من بعد راهو ما بين التمارين وما بين اللي قدموا فيه في جمعيتهم والمنتخب كي يتحطوا سو بريسيون سيرتو في مباريات توا دخلنا في جديات باش نحضروا المنتخب باش نلقاو منتخبات معناتها كاليبر كبير ومنتخبات من حجم ثقيل وقتها باش يبانوا الملاعبيه هذوما ان شاء الله ان شاء الله ينجحوا في الاختبار نتاع المباريات الوديه يعطيوا افضل ما عندهم ويكونوا حل من الحلول لكن بالنسبه لي انا هما حل من الحلول حل صغير يعني الناس ملاعب اليوم من راه في ليكيب ناسيونال ينجم يجيب لي ماتش ولا ملاعب ممكن تقف عليه تونس كلهم كيف كيف بالنسبه لي انا سواسيه كيف كيف ما عاد قلت لك ملاعب ولا اثنين تنجم انت بالاكسبيرونس اللي عندهم بالامكانيات اللي عندهم تفضلهم على البقيه لكن هنا نشوف المنتخب قوته ما عادش في الكاليتي تكنيك ولا في الفرديات عندنا منتخب يعيش بالكدا عندنا منتخب بالمجموعه بالروح بالقلب ناس تحب بعضها ما جوهم به هذيك علاش قاعدين ننجحوا لكن كان باش نحكي تكنيك ما وفرديات رانا ما نجموش كان باش نعملوا على الفرديات معنا وين نوصل. فما ملاعبيه انيس تشوفهم عندهم بلاصه كانوا في المنتخب نجم يكونوا موجودين معناها باب محلول كلش دائما نتصور باب محلول انا نرى انه ديما المنتخب باب محلول لكن انا نعمل على سي جلال القادري ونظافته ونقول له يا سي جلال راهو غدوه المنتخب لا قدر الله في النكاسات راهو ديما المدرب هو الضحيه الاولى راهو قليش انا عملت اختيار وشاركوني لا 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 كل اختيار انت يعني كما نقول احنا مطالب به غدوه ان شاء الله اختيارات سجل القدري كلها تنجح وان شاء الله نعمل برفورمانس كبيره ونصب له النجاح يعني لهنا ان شاء الله يركز منيح يعطي حق الناس انا متاكد انه يسعى جيدا انه يعطي حق كل ملاعبي خاطر المونديال راهي فرصه لكل ملاعبي سجل ما تعطي كادو لحتى حد اللي يستحق يكون موجود يهزه معاك القطر واللي ما يستحقش ان شاء الله سي جلال كما نقولوا احنا نعرفوا اخلاقه ونعرفوا امكانياته باش يحاول يعطينا افضل 23 ولا 24 لاعبي باش نمشيو بهم من المعركه الكبيره في المونديال ونعملوا بيرفورمانس به ان شاء الله. معناها كشريدة كهو تشوفوا تظلم انيس؟ والله كما قلت لك كشريدة موش جديد على المنتخب عنده من المباريات في ساقية ويعرف جو المنتخب موش جديد عليه ومعناتها هو موش جديد على المنتخب والمنتخب موش جديد على كشريدة يعرفوا بعض يعرفوا الجو يعرفهم ويعرفوه جات فترة صعيبة شوية تعدى كوتي ينجم يرجع لكن زاد الملاعب مطالب بالبرفورمانس ما ينجمش سي جلال القادري اليوم انت تلعب ثلاثة ماتشات وعليه يلزمك تعمل بيرفورمانس وتقنع الناخب الوطني اللي انا راني عندي اونفي نحب نكون موجود وعيط لي يعني باش بالكومبيتيسيون بالبرفورمانس اكيد راهو اللي باش يتبعوا وان شاء الله انا نفرح كان راك شريد على خاطر ملاعبي تكنيكمون نمن بيه وملاعبي باهي اريير باهي اريير عصري اريير ممتاز برشا جارح التالي كوفرتيرو صحيحه سو لو بلون اوفونسيف ملاعب يعطيك حلول الباس الاخراني ساعات تلقاه عنده ما ريتوش نهار تشكى من اربيتر ولا عمل مشكله معناتها ملاعب انا نحبه شخصيا تقول انت متعاطف معاه لكن نحب يكون موجود حتى كان انه ثم اسباب ما خلتوش يكون موجود ان شاء الله هو يعمل جيد ان يخدم على روحه والاطار الفني ان شاء الله ما ينساهش ونراه في المونديال يكون حل من الحلول رغم من ذلك ما نحيش القيمه تاع المفلوسي حمزه الدراوي قاعد يلعب في الزمالك سلام تبع فيه ممكن لعب حتى مباراه السوبر حتى الدقيقه 70 ولا 75 شارك في التتويج نتاع الزمالك تعدى بظروف صعيبه ورجع من الباب الكبير في الزمالك زاد هو حل من الحلول لكن ديما كي تصنف ولا حاجه نقول لك حمزه ما شاء الله عليه لكن ديما عندك ملاعبي بريفيري عندي انا كشريده شوفوا تكنيك ما حتى مع دراجري لازم يفوت شوي لازم يفوت كي يبدا في اول جرعات نتاعو ممتاز سينو بالنسبه للدفاع شفنا مثلا وجود عمر رقيق رغم اني مش لاعب برشا في الفريق اللي مشاهده في هولندا سبارتا روتردام في المقابل ايضا غياب الحدادي اوكي في الديفيزيون دو في المانيا لكن قاعد يلعب ويلعب اكسيال ما نعرفش شنو رايك انيس؟
شوف مسكين الحدادي من بعد ماتش مالي طيب برشا حاجات معه، ولعب في اللاكس وقت لعب على اليسار صار الهدف وقتها، والحق الحديدي ما لعبش برشا، وكل ما كذا فرصه باهي اسامه باهي باهي في الجروب ما يقلقش، باهي خاطر عاقل وخاطر متربي، لكن الكوره راهي كوره بيرفورمانس. ممكن اسامه ما استغلش الفرص اللي جاته ما اكدش، لكن تحسه ملاعبي محبوب في الجروب، ملاعبي نظيف، ملاعبي واحد، لكن حاجه عاديه باش بالوقت راهو باش تتعدى كوتي، على خاطر تجيك فرصه يلزمك تستغلها. الكره فرص، اي فرصه تجي تنقز عليها وتقعد غادي، هذيك هي كره القدم، ما فماش دي كادو. اسامه نلوم عليه ونعيب عليه وقت اللي ممكن جات فرص في الكيب ناسيونال ما استغلهاش مليح. واضح. سينو الشواء اليوم تاكد نتاع جزر القمور، انيس شنو رايك في الشواء هذا قبل معناتها تضارب حجم المونديال باش نواجهوا فيها منتخبات كبيره، ولو انه نعطيك تفسير المدرب شنو قال بالضبط بخصوص الموضوع هذا. قال انه منتخبات اوروبا عندهم التزامات في المسابقه نتاع النيشن ليج، منتخبات مثلا اسيا لعبنا ضدهم في البطوله بتاعت اليابان، دونك ما كانش فما شواء كبير قدامه. شنو رايك في الشواء نتاع ماتش ضد جزر القمور؟ شوف بيه نقول لك علاش اسلام، ممكن الادفرسير انت بالنسبه ليك تشوفه مش كاليبر، لكن راهو فرصه، انت فرصه باش تكون بيرفورمون وتستعمل الستيل دي جو نتاعك انت، وتعمل دوزيكيب، لازم تعمل حتى دوزيكيب، لازم تعمل برشا تغييرات. انت لهنا يلزمك تفرض اللعب نتاعك وتشوف الشيء مالك حتى العادي، لكن احنا كنقول لك حاجه، انا ضد جزر القمر لاسباب عدة. والسبب انه احنا مانيش نصنعوا اللعب في المونديال، احنا ماشيين باش نستعملوا اللعب نتاعنا اللي هو البلوك با والترانزيسيون، واقف مليح وحاول تستغل بعض النقاط بالسجن. جزر القمر ادفرسير انت باش تصنع معاه اللعب. هنا كيفاش انت تجيزمك تجيب ادفرسير باش تمشي بنفس الفكر اللي انت باش المونديال نعرفوا اخي احنا باش نمشيو نلعبوا بالاربعة 4-2-3-1 وريجيسور ودوك الوار، ليه مش نلعبوا بخطه محترمه، نشطحوا البلوك، نحاولوا نكونوا واقفين مليح، نخدموا برشا على الترانزيسيون اوفونسيف، نحاولوا نستغلوهم باش نجموا نسجلوا منهم، لكن هذاك هو المنهج. جزر قمر انت فريق ولا منتخب هذا باش تحاول تصنع انت اللعب، باش تعطي حتى خمسه سته، لكن ما فيها حتى فائده، لانك انت الهدف نتاعك المونديال، مش الهدف انك باش تربح جزر القمر. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك انيس على تدخلك معنا وعلى كل هذه الاضافات الفنية. شكرا لك اللي مديتنا بها، كنكملوا في البلاي اليوم. شكرا منال الساسي في الاخراج، ايضا الناصر الساكري في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام.